بالدوري الإنجليزي استخدم مدرب مانشستر سيتي روبرتو مانسيني كل أسلحة فريقه الهجومية، ولكن فشل رغم ذلك بالتغلب على فريق أفرتون بلقاء امبارح لتنتهي النتيجة بالتعادل 1-1. بالدوري الإيطالي فاز مساء امبارح فريق يوفنتوس على تورينو 3-0 ليعزز صدارته بالترتيب العام. بالدوري الإسباني حقق برشلونة المتصدر فوزه 13 من أصل 15 مباراة بالليغا. بالان بي اي استضاف امبارح كليفلاند على ارضه بولايه اوهايو فريق بورتلاند تريل بليزرز. هولي كانوا ابرز اخبارنا الرياضيه لهلا.